يا اهلا بيكم من جديد في حديث القاهره. طيب رجعنا مره تانية والرجوع تكنولوجيا في تكنولوجيا في سوشيال ميديا، وطبعا وصلنا لفقره بورصه الكلام مع خالد البرماوي، وفي وسط الفقره دي هناخد متابعه دقيقه للي حصل من موضوع التحول الرقمي في النيابه العامه. نقول مساء الخير يا خالد. مساء الخير يا كريمه، مساء الخير يا خيري. مساء الخير. اسبوع يعني مبشر. انا طالما بقدمك ما بقولش واقفا ازاي، يعني مش بتكفى في يعني انت ما بتقوليش واقفا والناس فوجئت بيه قاعد. لا هو واقف هو وضع قائم ومناسب للاحداث اللي بنتكلم عليها وبورصه الكلام. اهم ما تحدث به المصريين او بحثوا عنه على الانترنت. معانا القصه رقم واحد اللي دايما بنصدرها هي فكره الشخصيات. ايه اهم الشخصيات اللي تم التطرق ليها على مستوى المواقع؟ محمد صلاح طبعا نجمنا كان رقم واحد، سهير رمزي بسبب تصريحات ليها علاقه بزوجتها في الفتره الماضيه، وكانت عددت اكتر من حاله لاحد البرامج، وعمر مرموش نجمنا صاحب الهدف، ومعانا قصه كبيره جدا على عمر مرموش والجون اللي جابه امبارح في مباراه ليبيا. عندنا كمان كارلوس كيروش، هل نجح في الاختبار ولا فلت من الاختبار؟ اخدت بالك انه مش فارق كتير عن حسام البدري اللي كانوا متضايقين انه ما بيبتسمش؟ والله بص انا شفت ده ما بيتحركش اساسا. لا شفت يعني حتى وائل جمعه رايح يحضنه عمل له كده. لا هو في انا عايزك ترجع تشوف الرد فعله بعد الجون الاولاني. طيب او هو مفيش غير جون، هو الجون اللي جه حاطط ايده والحضري جاي بيحضنه بمنتهى الثبات الانفعالي، حتى ما فيش رمش. انا بقول يعني شوف معرفش هل ده طبيعه الشخصيه، دول بيحبوا الاجانب ولا ايه؟ معرفش انه برتغالي يعني، في المدرسه البرتغاليه مدرسه يعني فيها حميميه زينا. ومحمد هنيدي برضه كان تم استضافته في احد البرامج، وطلعت زكريا لان ذكرى وفاته كانت الله يرحمه امبارح، وبنته ايمي طلعت زكريا نشرت اكتر من حاجه. عندنا هنخش مباشره على قصه من القصص المهمه جدا واللي كان اتكلم عليها خيري قبل ما ندخل، هو ميكنه النيابات. لو تفتكروا يوم اثنين اللي فات كان يوم القضاء المصري، وده اول يوم يتم احتفاء به للقضاء المصري، ومن اليوم ده تم الاعلان عن اكتر مبادره ليها علاقه بالميكنه، ميكنة القضاء والنيابات والشرع العقاري، وإن كانت بقى لها فترة. فيعني معانا مجموعة من الإحصاءات ليها علاقة بالسنوات اللي بتمر بيها المرحلة، وأعتقد دكتور محمد الجندي أفضل حد يقدر يقول لنا إحنا فين من عملية ميكنة النيابات، وهيفيد إيه الناس وهي بتتعامل مع النيابات. طبعا هو واحد من الخبراء والمتخصصين اللي قاموا بالفعل بوضع استراتيجية النيابة العامة، وهو كان واحد من المشاركين، وأكيد هناخد منه معلومات كتير النهاردة. الدكتور محمد الجندي أهلا بيك معانا في حديث القاهرة. مساء الخير. اهلا مساء النور، ازي حضرتك؟ ازيك استاذ خيري؟ اهلا يا دكتور. اهلا استاذ خالد معانا برضو. ايوه اهلا وسهلا. انا بس الاول يعني حابب ان انا يعني اتكلم باسمي بصفتي الخبير الرقمي لمكتب النائب العام، وطبعا شرفت زي ما حضراتكم اشرتم بكوني عضو في لجنه وضع الاستراتيجيه. تمام. فبتشرف ان اكون موجود مع حضراتكم في المداخله يعني. لا واحنا شرفنا جدا كمان. يا دكتور. دكتور يعني ايه تحول رقمي في النيابه العامه؟ وده هيفيدنا انا في ايه كمواطن؟ تمام. ده سؤال مهم جدا. خليني اقول لحضرتك ان التحول الرقمي مش هو التكنولوجيا دي بس مبدئيا كده، عشان ايه يعني نرسي هذه القاعده بالنسبه للساده المشاهدين. مفيش التحول الرقمي مش هو التكنولوجيا، واستراتيجيه التحول الرقمي في النيابه العامه هي فكره ارساها معالي المستشار للنائب العام باتباع المنهج العلمي والأسس العلمية لوضع الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالتحول الرقمي، لأنه التحول الرقمي يعني طبعا لما سيادته حط هذه المنهجية قبل ما نضع هذه الاستراتيجية، قبل ما نشتغل عليها طبعا مع الفريق المعني بوضع الاستراتيجية في مكتب النائب العام، تم التطرق إلى الخبرات المحلية الوطنية، خصوصا طبعا في وضع الاستراتيجيات، وعلى رأسهم طبعا أكاديمية نصر للعلوم العسكرية، لأن طبعا حضرتك عارف أن الاستراتيجيات أصلا خرجت من رحم الاستراتيجيات العسكريه والمؤسسات العسكريه، وايضا تم الاستعانه بالخبرات الدوليه خارج مصر، وتم الاستعانه بالدول برضه خبراء من الدول والجهات الخاصه بالعداله الجنائيه اللي قدمت كتير من المقترحات للتحول الرقمي في ملف العداله الجنائيه. فكان في يعني بصراحه يعني مجموعه من المبادرات اللي تم الاطلاع عليها والتعامل مع مجموعه من الخبراء في ظل هذا الامر لوضع هذه الاستراتيجية، وزي ما قلت لحضرتك دي المنهجية اللي أرساها معالي النائب العام في اتباع الأسلوب العلمي يعني. نيجي بقى لفكرة التحول الرقمي، التحول الرقمي في الاستراتيجية دي عبارة عن محاور، التكنولوجيا هي آخر محور من محاور التحول الرقمي.
بال حضرتك. فاحنا عندنا محور الوعي مثلا على سبيل المثال، عندنا محور القدره والامكانيات الخاصه بالمؤسسه، عندنا محور القياده، وعندنا محور الابتكار والابداع، وفي النهايه ياتي محور التكنولوجيا. فالتكنولوجيا هي الجزء الذي يخدم باقي المحاور الاخرى في الاستراتيجيه، وليس على عكس يعني على عكس ما يتوقع الكثيرون، يعني ان التكنولوجيا هي كل حاجه في التحول الرقمي. لا، التكنولوجيا محور من محاور مهمه داخل التحول الرقمي. حضرتك سالتني ايه اللي هيفيدني انا كمواطن من فكره استراتيجيه للتحول الرقمي، صح؟ ايوه. طيب الاستراتيجيه لازم يكون ليها هدف، والتحول الرقمي، ملف التحول الرقمي عموما في الغايات بتاعه التحول الرقمي النهائيه هي الوصول الى خدمات للمستخدم النهائي. المستخدم النهائي ده هو المواطن اللي زي حضرتك مثلا، اللي بيتعامل مع العداله الجنائيه، اللي بيتعامل مع التقاضي على سبيل المثال، اللي بيتعامل مع الخدمات اللي بتقدمها النيابه العامه، ده المواطن العادي. وفي مستخدم للانظمه الرقميه، ومستخدم داخل الجهه نفسها او النيابه العامه. فاحنا عندنا اكثر من مستخدمين، او اكثر من يعني مستخدم نهائي لهذه المنظومات. فبالتالي الغايه الاساسيه للتحول الرقمي هو خدمه هؤلاء، واخد بال حضرتك؟ فالغايه الاساسيه تيسير الاجراءات، طب تحقيق العداله الناجزه. دكتور محمد، دكتور محمد، لو تفتكر يعني في على الاقل في ال 15 سنه اللي فاتوا دول، عمليه الميكنه مرت بمراحل كتير، وشويه حكومه الكترونيه، شويه حكومه ذكيه، ودلوقتي تحول رقمي. ايه اللي هيفرق؟ يعني ايه الفارق ما بين المنظومات دي كلها؟ لان بامانه لو بصينا على الارشيف الصحفي هنلاقي اكتر من اعلان، واكتر من خبر، واكتر من مبادره كان ليها علاقه بعمليه بين قوسين كده الميكنه. ايه اللي هيفرق المراحل دي كلها باللقطه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي اللي هي التحول الرقمي؟ لا، هي دي مش لقطه، خليني بس ايه احط بس الامور في الخبر مبدئيا. الخبر يعني، او الاعلان الجديد. بص 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 يا استاذ خالد، اولا هناك فرق شاسع ما بين الميكنه وما بين التحول الرقمي وما بين الرقمنه. هناك فرق شاسع بين الثلاثه كلمات. احنا بنتكلم على الميكنه، ده موضوع زي ما حضرتك قلت موضوع قديم والناس بتتكلم فيه من زمان، وعندنا زي موضوع الارشفه وخلافه، وكل ده داخل في مساله الميكنه. لكن فكره ان انا اخد ملفات واحطها على الكمبيوتر، ده مش معناه ان انا بعمل تحول رقمي. زي ما قلت لحضرتك، التحول الرقمي جزء منه التكنولوجيا، ولكن في اجزاء اخرى بتخدم هذا الملف اللي هو خاص بالتحول الرقمي. الوعي، يمكن كلمه الوعي، الله ينور عليك، يمكن كلمه الوعي هي ديت المعادله الجديده اللي دخلت في المنظومه مثلا. يا دكتور لا، الوعي ده جزء مهم، ولكن زي ما حضرتك يعني تعرف انه بس مش بس الوعي عشان المستخدم يستخدم هذه الانظمه، ولكن هناك شيء مهم جدا. هذه الانظمه لابد ان تكون بتؤدي خدمه معينه، وتكون تؤدي غايه نهائيه. الغايه النهائيه بالنسبه للتحول الرقمي هي اشياء كثيره، منها تيسير الاجراءات. على سبيل المثال، انا ممكن اعمل موقع الكتروني، او ممكن اعمل خدمه رقميه زي ما حضرتك بتقول، بس في النهايه هذه الخدمه الرقميه معقده لا يستخدمها المستخدمين. لو قلنا ان في وعي زي ما حضرتك قلت، ماشي تمام، عملنا وعي والمستخدم عارف مساله الوعي، ولكن الخدمه معقده فهيعزف عنها المستخدمين ومحدش هيستخدمها، تمام؟ لكن وانا بعمل منظومه للتحول الرقمي، لابد ان اراعي المستخدم النهائي لهذه المنظومه، انه لازم المنظومه تكون سهله في التعامل وتيسر، وان اي حد يقدر يستعملها. طب دكتور، حضرتك قلت تحقيق العداله الناجزه، وهو ده كمان كان وفق ما قراناه، تقصدوا بيها ايه هنا؟ في اي جزئيه بالظبط؟ تحديد تحقيق العداله الناجزه المقصود بيها انه بدل ما انا باخد مثلا 50 اجراء عشان اعمل حاجه معينه، انا ممكن اخد 5 اجراءات، وده نوع من انواع المحاور المهمه جدا للتحول الرقمي، وهو الجزئيه الخاصه بالابداع، وده اللي بيخليها تختلف استاذ خالد ما بين فكره الرقمنه والميكنه والتحول الرقمي. جزء الابداع والابتكار، انه لازم الدوره التي يتم تحويلها الى دوره رقميه يتم الابداع والابتكار فيها بما لا يخل بالمسائل القانونيه وما لا يبطل اجراءاتها القانونيه. فهنا جزء مهم جدا في التحول الرقمي، ده ما كانش بيحصل قبل كده في مساله الميكنه ومساله الرقمنه او سحب هذه الملفات وتحويلها ملفات رقميه. ده مش معناه التحول الرقمي، التحول الرقمي جزء منه مساله الابتكار ومساله زي ما قلت لحضرتك الابداع، اللي هتحقق في النهايه العداله الناجزه. لو انا كراجل مواطن بروح اعمل خدمه، والخدمه ان انا بعملها دي بتاخد مني 20 خطوه عشان اعملها، لو انا قدرت اختصرها في خطوتين بس، وهو اللي يعملهم على النظام الالكتروني بدون ما يبطل هذا الاجراء او هذه الخطوات الاجراءات القانونيه، فانا كده نجحت في التحول الرقمي. اعتقد كده الفكره وصلت. صار وقت ومجهود واشياء كثيره جدا، وتوفير كل المعلومات المرتبطه مربوطه بسيستم واحد لكل الجهات اللي بتتعامل على ملف ما، وخصوصا احنا النهارده وده موجود في الهدف الاستراتيجي العام اللي هو تعزيز التكامل مع مؤسسات الدوله. فلو ما فيش تكامل، على فكره النيابه العامه لا تعمل بمعزل، يعني مثلا انا دلوقتي مثلا المحضر بيجي من وزاره الداخليه، بيجي النيابه، ومن النيابه بيروح للمحكمه، فالنيابه في النص، فاذا النيابه لا تعمل بمعزل. التطبيقات من امتى يا دكتور؟
نعم. التطبيقات من امتى يعني من بدايه اطلاق معالي المستشار النائب العام للاستراتيجيه يعني النهارده، هذا هو بدايه العمل الحقيقي لخطه العمل واشياء يعني علشان تنزل على التليفونات والناس تقدر من خلالها ان شاء الله يكون في ابلكيشنز، ان شاء الله يكون في تطبيقات ل الامور الاكثر استخداما من قبل هو المفروض على اتنين على من بدايه السنه الجايه المفروض اول مراحل جني الثمار. شكرا يعني دكتور، شكرا دكتور محمد الجندي على المعلومات الوافيه. وفعلا يعني لو هنبص على كلمه السر في التغيير يا كريمه هي كلمه الوعي وتكامل الجهات الحكوميه. يعني دايما كان جماعه بتوع التكنولوجي يقول لك ايه، ان الجهات الحكوميه مش بتكلم بعض، الانظمه بتاعتها مش بتكلم مش بعض، لانك بتتكلم على النيابه مربوطه بداخليه، مربوطه بوزاره العدل، مربوطه بجهات حكوميه تنفيذيه كمان كتيره، فالدائره كبيره جدا. وانا بشكل شخصي اظن ان احنا دلوقتي الوضع بتاعنا في التحول الرقمي افضل بكتير. تعالى نبص على بقيه القصص اللي معانا النهارده. القصه الثانيه اللي معانا كان ليها علاقه ببدء العام الدراسي، واحنا هناخدكم على مجموعه من اللقطات السريعه اللي اهتمت بيها الناس على السوشيال ميديا، سواء بقى الاسعار المدارس الحكوميه والازهريه. ايه الكوميكس يعني؟ من ضمن الكوميكس او فوتو سيشن وبلالين وعرايس بهجه اول مدارس بورسعيد، دي كانت لقطه الزملاء في مصراوي عملوها على المدارس واستقبالها للطلبه. اوكي، بعض الكوميكس ليها علاقه ب اغاني قديمه من تاني تاني. برضو كانت من الحاجات الحلوه جدا اللي اهتموا بيها فكره فرحه الامهات. يعني انت لو تلاحظوا سنتين تقريبا، بقى لهم سنتين الامهات شايلين حمل العمليه التعليميه، وانا في اعتقادي يعني لو في حد ياخد جايزه نوبل في السنتين اللي فاتوا اعتقد كل ام، لان فعلا منظومه التعليم بنسبه بس مش في صوره تانية كمان يا خالد، هي الامهات اللي فضلت واقفه قدام المدرسه علشان تفضل الامهات والابهات كمان، التزاحم اللي حصل قدام المدارس علشان الولاد دخلوا المدرسه. يعني في مجموعه منهم حاسه يعني بالحريه لا ولا مبسوطين، ما هو زي دول في حاله من الانبساط. ما هو ذات الاولاد دول مبسوطين، الباقيين فين بقى اللي كانوا زحمه قدام المدارس؟ لا في موجوده معانا، وفي دي برضو لقطه للدكتور طارق شوقي. لقطه مشهوره بيقول له ايه محمود عبد العزيز، بيقول له احنا خلاص هندفع المصاريف يا دكتور طارق، اوعى بعد كده تلغي الترم، اوعى احنا سالفين المصاريف. طبعا المنظومه يعني مليانه تفاصيل كتيره جدا ليها علاقه بالتعليم واول يوم. معانا لقطه تانية كانت مهمه جدا على مستوى مصر وعلى مستوى الخليج العربي، وده في اطار زياره شيخ الازهر للفاتيكان، المؤتمر ليه علاقه بالاديان والتغير المناخي، وكان احتفاء باول حوار لإذاعة الفاتيكان الشيخ الأزهر عمله. أنا معانا بعض اللقطات من الحوار، والزملاء في جريدة صوت الأزهر تفضلوا ب أيوه. كانت ردود الفعل متمثلة في إيه يا خالد؟ ردود الفعل. طب ناخد الفيديو يعني الأول، يعني في تعليقات إيجابية كان ناخد الفيديو وأوريك التعليقات طيب. بعدي ودي كانت مجموعة من ردود الفعل اللي كانت مرتبطة باللقاء، سواء بقى من جريد صوت الازهر يعني بما انه جمع فقرنا بقى يا خالد ايه ممكن ردود افعال، يعني ملخصها ايه؟ ملخصها فكره ان انت بتتكلمي على اول مره شيخ الازهر يكون في الفاتيكان ويقبل يعمل حوار، وتصريحاته كلها كانت ليها علاقه بفكره التعايش والاخاء، واتكلم كمان على خلفيه ايه سر الصداقه اللي ما بينه وما بين بابا الفاتيكان فرانسيس، واتكلم كمان على فكره ميثاق الاخوه الانساني، واتكلم على المرأة في الإسلام، فاتكلم على أكتر من نقطة واهتم بيها كتير جدا الناس زي ما احنا شفنا. طيب من ضمن القصص برضو هي قصة فنية شوي، وهي حصلت في الأردن وبطلها المطرب تامر حسني. القصة أن تامر حسني كان في جرش وفي مهرجان قالوا كان عنده 100,000 حضروا الحفله، يعني في كلام على الاعداد بشكل كبير جدا. وهنا في لقطتين اهتمت بيها السوشيال ميديا، سواء استقبال تامر حسني بالورود والزغاريد في الاردن، وسواء اللقطه اللي ليها علاقه بفتى الزرقاء اللي هو الشاب صالح. لو الناس فاكره في الاردن في تقريبا في مارس اللي فات كان في مجموعه من البلطجيه اعتدوا على شاب وقطعوا دراعه وفقعوا عينه، ودي كانت من القضايا اللي يعني اهتزت لها الجماهير مش بس في الاردن، في الوطن العربي كله. والحمد لله دلوقتي في اطراف صناعيه تركبت له، وتامر حسني حرص ان هو يجيبه ويساله كمان على ايه الاغنيه اللي انت عايزها. برضو من ضمن الحاجات التانية دي
بعض الانتقادات كانت على الحفل انه كان في اهمال في الاجراءات الاحترازيه اوكي، وكان في كلام على ان في تشديد في الاردن على الاجراءات بعوده المدارس بينما الحفلات منطلقه بدون اجراءات، واكثر من صوره اتعرضت، ومن كانت بعض الصور ليها علاقه بحفله اسكندريه. من تامر حسني ناخد لقطه ثانيه ليها علاقه بعمر مرموش. ايه بسرعه؟ طيب عمر مرموش احنا شفنا امبارح جاب جون وأداؤه كان محل اهتمام كبير جدا من المواقع المصرية وحتى الألمانية، والألمانية في ظل كمان هو خد لاعب الشهر في دوري شتوتغارت في ألمانيا مش في شتوتغارت في ألمانيا، في ألمانيا لاعب الشهر الشاب اوكي، ودي مش اول مره ياخدها على فكره، كان واخدها في الدرجه الثانيه كلاعب شاب صاعد. برضه من ضمن الحاجات اللي اهتمت بيها السوشيال ميديا لقطه السفاره الالمانيه، ودي برضو من اللقطات اللي هي الدبلوماسيه الرقميه لو جاز التعبير، ان انت تلاقي السفاره الالمانيه تعمل تغريده بتشيد بيها باداء اللاعب وتقول فيه ان هو بيلعب في الدوري الالماني. لفته لطيفه جدا بصراحه. واكتر من ناقد خالد بيومي. من الحاجات برضو اللي اهتمت بيها السوشيال ميديا، ما اعرفش معانا ولا لا، الكلام على لعبه دي برضو هي كوميكس بس برضو ليها دلالة. واحدة بتقول لما تيجي فقرة ان عمر مرموش زملكاوي ابقوا عرفوني يا جماعة، مفيش ساعة. بس هنا لقينا بوست على حساب الكابتن خالد الغندور بيقول فيه على فكرة والله ما بهزر، عمر مرموش ووالده كمان زملكاوي. طبعا افكركم بالواقع اللي ليه علاقة بمحمد صلاح الزملكاوي اللي برضو نسبت لخالد الغندور. خالد الغندور متوقع لو اللي رد اخوه قال له لا لزملكاوي والعيلة كلها من الزملكاوي، حصل تصويت بالتيشيرت اهلاوية. عمر خالد الغندور ما وقفش، كمل وقال معلومه برضه كانت مهمه جدا بامانه، فكره ان عمر مرموش هل تم استدعائه للمنتخب الاولمبي ولا لا، وهل هو اعتذر اللاعب ولا المنتخب الاولمبي ساعتها شوقي غريب ما لم يتم استدعاء اللاعب. هو بيقول ان ده جواب يؤكد طلب مرموش في الاولمبيات اللي فاتت، ولكن نادي رفض انضمامه، ودي كلمه حق والعهده على خالد الغندور. كابتن ابراهيم سعيد طبعا اتكلم على الموهبه، في كلام كتير جدا على عمر مرموش، وفي كمان حتى هو الوحيد اللي كان عنده نفس وبيجلب قلب امبارح. محمد صلاح كان مظلوم في ماتش امبارح يعني، لا بس كان بيدي مساحات يعني ادى مساحات بس ما حدش كان بياخدها يعني. يا عم ده كان بيفوت الكره اللعيبه مش فاهمين هو بيعمل ايه. انا افكرك باللي قاله مدرب جامل. مدرب روسيا لما جه يسالوه على خطوره المنتخب المصري قال لك مشكلتهم ان محمد صلاح بتجيله الكره متاخره ثانيه ثانيتين والثانيتين دول بالنسبه لنا كفايه جدا. يا عم ما حدش اداله الكره مره قدامه لا في الاوت لا وراه. طب بمناسبه محمد صلاح عايز اخد قصه لمحمد صلاح. يلا خد قصه. محمد صلاح كان مفروض مرشح ان هو ياخد لاعب الشهر في الدوري الانجليزي، والخبر الحلو ان هو من ضمن القائمه، وده امر معتاد يعني صراحه ما لفتش النظر قوي ان هو يدخل ضمن قائمه الافضل في العالم اللي المفروض هتعلن في خلال شهرين. لكن اللقطه اللي اهتمت بيها السوشيال ميديا قوي هي فكره ثانيه واحده فكره بس. ان هو ولا رونالدو. ايوه هي رونالدو اللي خدها للاسف رغم ان صلاح كان مؤثر مع فرقته جدا بالظبط. بس رونالدو كمان جاب 3 اهداف وكان فارق مع يونايتد. لكن واقع الامر ارقام ده وارقام ده لصالح صلاح. كريستيانو احتفل، ودي كانت من اكثر المنشورات شهره على مستوى العالم، وحساب كريستيانو بامانه معدي يعني بيحتفل بيها بفوزه بافضل لاعب في الدوري الانجليزي. ده كوميكس عملته صفحه فوتي تونز، ودي من الصفحات الساخره جدا في الكوره، وزي ما انتم شايفين محمد صلاح شايل حمل تقيل جدا، ورونالدو بصباعه واحد حمل اخف، ومع ذلك هو خد جائزه لاعب الشهر رغم ان اداء محمد صلاح وارقامه كمان اداؤه وارقامه وتاثيره في فريقه اكبر بكتير جدا من تاثير رونالدو. اوكي طيب خلاص انا ما عنديش غير بس الزمالك عايزين نهنيه، وبيج رامي عايزين نقول له ربنا معاك بيج رامي. الزمالك كسب كره اليد لقب تاني الرقم الخامس على مستوى العالم اوكي، ده غلب البحرين تقريبا السعوديه، الوحده السعودي كسبوا فرق 20 نقطه الوحدة. وكان محتاج خمس نقاط بس عشان ياخد المركز الخامس، لكن الحمد لله كسب الوحده السعودي. ما طالما بتهني بقى مبروك. خلينا نكمل تهنئه النادي الاهلي. الاهلي النهارده حصل على بطوله السله العربيه، البطوله العربيه اللي ما حصلش عليها بقاله سنوات طويله جدا، غلب الكويت الكويتي بفارق كبير.
الاهلي فاز في كل مبارياته، كان في 18 فريق في البطوله لكن الاهلي فاز بكل مبارياته. مبروك للاهلي، عدى فرقه شكل يعني جديد، غير الفرقه كتير قوي. السنه دي هتبقى المنافسه قويه لانه غلب الاتحاد امبارح، والاتحاد ده فرقه عظيمه أو. والبطوله فرق كان فرق ثلاثة على ملعب الاتحاد. لا كانت مباراه. اخر حاجه مع بيج رامي، مفروض العام الثاني على التوالي بينافس مستر اولمبيا اللي هي مفروض هتلعب خلال ايام، ومش هو لوحده بامانه، في اكتر من لاعب لاكتر من وزن. اوكي، بيج رامي على حسابه بيطلب دعوات الناس، واكتر من موقع واكتر من شخصيه رياضيه. بنتمنى له التوفيق طبعا، ودي اخر فقره معانا، اخر قصه معانا. بس وانت واقف في كم خبر صغيرين، انا هقول خبرين واسيب الخبر الهام لكريمه. الخبر الاول ان هناك انباء الان عن انتقال اللاعب حمدي النجاز الى الاهلي السعودي، اهلي جده، لان انتوا عارفين ان الزمالك الفيفا خلاص المحكمة الرياضية أيدت القيد عنده لمدة دورتين، يعني السنة الكاملة عنده حمد النجاز، وعنده اللاعب أحمد كمال اتنقل لفريق تاني. كان واقف اللاعب بتاع أسوان الأخير اللي اسمه محمود، وحمد النجاز كانت مشكلة كبيرة لأن راتبه كبير، فأهلي جدة السعودي هياخدوا إعارة الموسم 21-22. أما الخبر التاني، فأول رحلة طيران تهبط في شرم الشيخ بعد رفع الحظر. عايز اقول لكم الحمد لله السياحة رجعت الى شرم الشيخ والغردقة. الطيران الروسي من 12 ولاية او منطقة في روسيا رحلات الى شرم الشيخ، فدي اخبار كلها تدعو للتفاؤل والبهجة ان شاء الله. خبر الاخير انا هقوله لكم واحنا طالعين، وده خبر لطيف جدا، هو تحديدا مش خبر بس، هو مناشدة نشرتها وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية، تناشد وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم كافة أولياء الأمور وأسر الطلبة من أول رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوية العامة والفنية بسرعة التوجه إلى أقرب مركز من مراكز اللقاحات المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهذا لأخذ اللقاح لحماية الطلبة وللحفاظ على استقرار العملية التعليمية. ده معناه إيه؟ إنك أنت ما تقولش ما بعتوليش، ما أنت مش محتاج إنهم يبعتولك، مجرد إنك ولي أمر انزل بالرقم اللي أنت حاجز بيه، هيبقى في تعليمات في كل مراكز اللقاحات انك لك اولويه وتاخد اللقاح عشان نحافظ على اولادنا ونكمل العمليه الدراسيه ان شاء الله. خالد، شكرا جزيلا، نورتنا، شكرك جدا. والان فاصل، وبعد الفاصل احلام 18 سنه، احلام جنى اللي بتعبر عن جيل كامل شايفين الدنيا ازاي وبيفكروا في المستقبل ازاي واهتماماتهم عامله ايه. خلينا نشوف حوار خاص في دهاليز افكارهم، لان هم دول اللي احنا هنعتمد عليهم كمان سنين قليله قوي. بعد الفاصل معانا جانا محمد.